يا صباح الخير ويا صباح الجمال على جميع مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النهار، وحلقه جديده من برنامجنا معاكم النهارده. خلوني في البدايه ارحب بزميلي العزيز محمود. صباح الخير. صباح الفل يا مونيكا، وصباح الجمال والدلع على كل مشاهدين قناه النهار، وجمعه مباركه عليكم يا رب. ايه الكلام على ايه النهارده؟ قول لي فقراتك ايه؟ طبعا الناس طبعا المشاهدين عارفين، متعودين دايما ان انا بتاع الفرش بقى، واللي بجيب لهم دايما كل حاجه خاصه بالفرش والديكور وكده. فمعايا النهارده فقره مهمه جدا عن شركه كبيره جدا في مجال الفرنتشر. ما شاء الله، حلو ده. انت بقى معاك ايه النهارده؟ انا عايز اقول لكم ان احنا النهارده ان شاء الله هيكون معايا فقرتين. الفقره الاولى هنتكلم فيها كلام مهم جدا لكل البنات والشباب اللي نفسهم يحققوا حلمهم، وكمان هيبقى معايا فقره كده كمان كده بنوته كده شقيه جميله هعرفكم عليها، ولكن بعد الفاصل. أقول لكم إن النهاردة فقرتنا مليانة تفاؤل وأمل، وإزاي نقدر ننشط فكرنا وأهدافنا وقت ما بنتكلم عن أحلام عايزين نحققها، سواء كانت الأحلام دي معنوية أو حتى مادية. ضيوفنا النهاردة مؤمنين إن أي حد ممكن يكون عنده حلم، بس القليل اللي يقدر يوصل لحلمه. فسألناهم السؤال الأهم، إزاي الواحد يقدر يوصل لحلمه؟ تعالوا نشوف التقرير ده الأول ونرجع نشوف ضيفتنا اللي هتنورنا النهاردة، ولكن بعد الفاصل. اللي بنحلم بيه بنعرف نوصل له؟ هل بنعرف نعمل ده بكل سهوله؟ ده اكتر سؤال بيدور في ذهن الشباب معظم الوقت. عشان كده احنا النهارده معانا شباب قدرت ان هي تفكر بره الصندوق، وقدرت ان هي تحقق نجاحات من خلال الشغل اونلاين، وده كان كمان من خلال شركه جو جلوبال ايجيبت اللي قدرت تساعدهم على ده. يلا بينا نتعرف عليهم ونعرف ازاي قدروا يحققوا النجاحات دي. يلا بينا. ومعنا دلوقتي استاذه بسمه، احدى قاده الفريق. ازيك يا بسمه؟ الحمد لله. بسمه قولي لي، انت ليه اخترتي ان انت تدخلي في مجال الاونلاين؟ لما تعرض لي فكره الاونلاين لقيت ان هي فكره بره الصندوق، فكره جديده، فكره هتخليني احقق احلامي واهدافي. حلو جدا. تمام. فدخلت مجال الاونلاين من خلال شركه جو جلوبال ايجنت. اوكي، دي الشركه الام بتاعتكوا صح؟ اه. بسمه قولي لي ايه هي طيب الوسائل المساعده اللي انت قابلتيها مثلا خليتك ان انت تنجحي في المجال ده؟ كعادة اي شخص بيبدا مجال جديد بيكون خايف ومتوتر وقلقان، طبعا هيبدا ازاي، هيعمل ايه، هينجح او مش هينجح. لقيت ان في حاجه كويسه جدا كده، لقيت منظومه رويال. منظومه رويال دي موجوده، منظومه موجوده تحت مظله شركه جو. المنظومه دي فيها مجموعه من القاده المسؤولة عن تسويق شركه جو. رئيس المنظومه او مؤسس المنظومه دكتور محمد فضل، ومجموعه من القاده. لقيت ان القاده دي هتاخدني من ايدي واحده واحده وتعلمني خطوه خطوه اعمل ايه لحد ما تكون عندي خبره كبيره جدا في المجال. كمان ان لقيت ان فيهم ميزه كويسه جدا، ان هم مش موجودين في مكان بعيد، لا ده موجودين في جميع، منتشرين تقريبا في جميع محافظات مصر. كمان موجودين في كذا دوله عربيه برا مصر. حلو جدا ده. استاذه بسمه اتشرفت بيكي. ومعانا دلوقتي استاذ هدى، احدى قاده الفريق ايضا. ازيك يا هدى؟ الحمد لله. قولي لي يا هدى، هل الموضوع صعب لاي حد مثلا حابب ان هو يشتغل في المجال ده؟ لا بالعكس، الموضوع سهل جدا. بوجودي في شركه جو جلوبال، لقيت منظومه تحت مظله جو جلوبال اسمها رويال، بتديني الدعم وبتديني التدريبات، الى جانب ان هي بتوفر لي سفريات جوه مصر وبره مصر، وبتساعدني ان انا احقق اهدافي. بتديكوا الدعم الكافي يعني؟ بتديني الدعم الكافي اللي يخليني خلتني اقدر احقق اهدافي. تمام، شكرا جدا لك يا استاذه. ورجعنا لكم تاني بعد التقرير، وضيفتنا النهارده هي نموذج مليان بالتفاؤل والامل، بيساعدنا دايما ان احنا نقدر نحقق حلمنا وننجح فيه. منورنا النهارده الاستاذه وفاء الملكي، مدير التسويق بشركه جلوبال ايجيبت. ازيك يا استاذه وفاء؟ الحمد لله بخير. اخبارك ايه؟ الحمد لله. منورانا. في البدايه كده عرفينا بنفسك. انا وفاء الملكي، ليسانس حقوق، خريجه 2019. في البدايه خالص طبعا اول ما اتخرجت وبدات اروح بقى لسوق العمل وكده، فطبعا انا كنت رسمه احلام معينه واهداف معينه ان انا احققها وكده. بعدين اللي حصل ان انا اتصدمت بالواقع، زي كل الناس اللي لما بتتخرج الموضوع كان صعب شويه، في سواء العائد المادي او حتى العائد المعنوي، كان محتاج سنين كتيره جدا عشان خاطر اقدر احقق الحاجات اللي انا بالنسبه لي عايزاها. من 4 سنين اتعرض عليا مجال الاونلاين، ف
فأول حاجة عملتها لما اتعرض عليا هو كان كل الفكرة فيه ان انا بس هبدأ مجال اتعلم فيه مهارات التواصل، مهارات البيع والتسويق والحاجات دي. حل. فأول ما اتعرض كان بالنسبة لي فكرة برا الصندوق، وانا كمان في مجتمع شوية يعني ذكوري شوية، فكرة ان النجاح لا مقتصر بس على الرجالة ان هم بس اللي ممكن ينجحوا كده، بس انا كان عندي تحدي مع نفسي ان انا لازم انجح واوصل لحاجة واحقق الاهداف بتاعتي. جميل. جميل ان انت تكوني عندك مثلا هدف ان انت عايزة توصلي وتنجحي وتوصلي في الاخر. فالحمد لله طبعا بدأت في شركة جو جلوبال، فأول ما بدأت فيها كنت بدأ بس تجربة هشوف أنا فعلا دي هتوصلني لحاجة أو لأ، بس بعد أو في رحلة الأربع سنين الموضوع ما كانش مجرد تجربة، لا أنا عملت حاجات كتيرة جدا من اللي أنا كنت يعني مخططها لنفسي، والحمد لله دلوقتي غير أن أنا العائد المادي أضعاف اللي أنا كنت ممكن أحققه من المجال التقليدي، لا الحمد لله كمان وصلت الوضع أن أنا واحدة من ضمن القادة أو المديرين القليلين جدا اللي بيسوقوا للشركة في الشرق الأوسط. ما شاء الله عليكي. طب انا بعد ما شفت التقرير على الشاشه، قولي لي ان الشباب اللي موجودين معاكي في الفريق قدروا يحققوا انجازات على ارض الواقع، صح؟ هاي. بما ان انت بقى الشخص المحرك للشباب دي، قدرتوا تحققوا ايه من النجاحات؟ من النجاحات او الانجازات؟ حاجات كتيره جدا، سواء طبعا احنا بالنسبه لنا كفريق او احنا يعني اول ما بدات كان الموضوع بالنسبه لي كامكانيات بالنسبه لنا ما كان يعني كفرد انا ما كانش عندي امكانيات كبيره. حلو. ولكن كل الموضوع ان انا كان عندي طموح، كان عندي هدف معين ان انا عايزه احققه. تمام. احنا عندنا في شركه جو انا انضميت، فلما انضميت لفريق عمل اللي هو منظومه رويال بقياده الدكتور محمد فضل. المنظومه بتوفر لي حاجات كتير. دي منظومه جوه شركه جلوبال، صح كده؟ هي منظومه معنويه. بس فالمنظومه كل الفكره ان احنا بالنسبه لنا الحلقه القويه بتقوي الحلقه الضعيفه اللي موجوده معانا، يعني احنا كلنا بالنسبه لنا نجاحنا بيكون متوقف على ان احنا ننجح غيرنا، يعني انا بالنسبه لي مش هقدر انجح غير لما ايه؟ غير لما انجح اصلا الفريق بتاعي. حلو جدا. تمام؟ فالحمد لله لا وصلنا حاجات كتيره جدا في ان انا في الفريق اصلا ناس كتيره جدا الدخل بتاعها اللي هي بتعمله شهريا لا دخل محترم جدا. ما شاء الله. انا عايزه اقول لك ان مفيش حد بينجح لوحده عموما، يعني الناس كلها بتنجح بالتيم وورك بتاعها. تمام. مفيش حد بيطلع لوحده. ده حقيقي. طب قولي لي ايه هي الصعوبات اللي انت قابلتيها مثلا في اول حياتك؟ اول حاجه قابلتها بالنسبه لي ان انا يعني في حاجات معينه زي ما قلت ان انا المجتمع اصلا ما كانش متقبل الفكره ان هو اصلا مجال مش تقليدي، ان انا درست حاجه وبالنسبه لي في الاخر لا بشتغل حاجه تانية. فده كانت اول حاجه في الصعوبات. تاني حاجه انا بمارس حاجه انا بالنسبه لي غريبه برضو عليا، ولكن زي ما قلت لحضرتك ان هي فكره كلها ان احنا عندنا في المنظومه بتاعتنا تدريبات، التدريبات ديت بتوصلنا لمرحله بان انا النهارده بقدر اقود فريق وان انا اعلم الناس برضو الحاجات اللي انا اتعلمتها. طب كلمينا اكتر ايه هي الامكانيات اللي هي ساعدتك ان انت تنجحي في المجال ده؟ والله الامكانيات انا بالنسبه لي اصلا كفرد يعني كان عندي امكانيات اقل من العادي، يمكن الحاجه الوحيده اللي كانت عندي ان انا كان عندي بس طموح، كنت عايزه اوصل لحاجات وحددت لنفسي اهداف. فلما بدات في شركه جو جلوبال ايجيبت لقيت انضميت طبعا لمنظومه، هي منظومه معنويه، منظومه رويال. هي جوه الشركه عندكم؟ ايوه بالظبط. طيب. كده بقياده الدكتور محمد فضل. كل الموضوع ان انا لقيت ان الموضوع مش بيكون ماشي عشوائي او انا بدخل المجال فبشتغل لوحدي، لا احنا بالنسبه لنا منظم فريق عمل بيكون كل حاجه، كل خطوه من اول ما تبداي بيكون معاكي حد من مدربين لحد ما توصلي كل نقطه بيكون معاكي حد فيها بيعلمك انت ازاي توصلي. فلقيت بقى ان الموضوع لا مش بس بيكون متوقف عليا ولا على امكانياتي اطلاقا طبعا، لان لو على امكانياتي اكيد ما كنتش هوصل لحاجه، بالعكس، ولكن احنا في المنظومه ان احنا بالنسبه لنا كل موضوع ان احنا النجاح بتاعنا متوقف على بعض، يعني انا ما اقدرش انجح غير وانا منجحه اصلا الفريق بتاعي. فهو نفس النظام، انا لما جيت ابدا هم كانوا لازم ينجحوني عشان خاطر كل الفريق العمل ينجح. فطبعا كان في حاجات كتيره جدا من تدريبات والحمد لله رب العالمين وصلت
طب قولي لي ايه اللي ممكن يكون بيميز رويال غير التدريبات مثلا؟ غير التدريبات هي احنا بالنسبه لنا عيله مع بعض، ده اول حاجه. يعني اقدر اقول ان هم بالنسبه لنا بيقدموا لنا دعم على حتى حاجات ترفيهيه، مش بس تدريبات عمليه وان هم بيعلمونا المهارات بس، لا ده في حاجات كمان معنويه بيقدموها لنا. طب انت برضو كلمينا، انا عايز اعرف انتوا ازاي بتختاروا المدربين معاكم؟ بتختاروهم يعني بتختاروهم مثلا بناء على ايه؟ لا هو بيكون خلاص بقى وصل لمرحلة معينة، هو بيكون حد مبتدئ عادي جدا، بيمر بمراحل تدريبات، تدريبات أسبوعية وتدريبات شهرية وفي تدريبات سنوية وفي تدريبات كمان قيادة مستويات. يعني لما بقى بيعدي بالحاجات دي كلها هو بيكون فرد أصلا في البداية عادي جدا، بس خلاص هو مر بالتجارب كلها ونجح، فبيبدأ خلاص يبقى قائد بعد ما وصل لمكانة معينة وعنده برضو فريق، فهو بيبدأ بقى كل الحاجات اللي اتعلمها يبدا بقى يعلمها للناس اللي معاه. حلو قوي دوت. طب قولي لي لو مثلا انا ما عنديش فكره عن المجال وحابه ان انا ادخل اجوين فيه او انضم ليكم، هل ده صعب عليا ان انا اتعلمه؟ لا اطلاقا، انا زي ما قلت لك احنا اصلا بنبدا الشغل كلنا بزيرو مهارات، بزيرو خبرات، ما عندناش اي حاجه خالص من الحاجات دي، ولكن كل الموضوع ان احنا لما بننضم بيكون في مجموعه من التدريبات، التدريبات دي هي اللي بتساعدنا خطوه خطوه ان احنا بنوصل في الاخر للنجاح اللي احنا عايزينه، ولكن هي كلها ما بتعتمدش، والا ما كانش زماني انا موجوده النهارده، لان انا اصلا ما كانش عندي، انا حد ليسانس حقوق، فده المجال ملوش اي علاقه خالص، مفيش اي علاقه بينه وبين اللي انا بشتغله دلوقتي، ولكن كل الموضوع ان انا اتعلمت المهارات دي. وزي ما قلت لك التدريبات بتكون تدريبات يعني على مستويات، يعني لا استني بقى احنا عايزين بقى يعني نخش بقى في الحته دي شويه. يعني بتعلموه ازاي او ايه الخطوات او التدريبات اللي هو بيعدي عليها واحده واحده لحد ما يوصل للليفل او المستوى اللي انتوا عايزينه؟ بصي هو كده كده في البدايه خالص من اول ما بيبدا تدريبات هو اصلا بيكون خلاص بدا ان هو يعمل اصلا فلوس ويعمل دخل، يعني هو مش بس مراحل تدريبيه، هي مراحل بالنسبه لنا بنمارس فيها الشغل. عندنا طبعا في اول مرحله دي بيبقى تدريبات اسبوعيه بتكون ليفل كده بسيط، وحاجات بنعلمه مهارات سواء التواصل سواء مهارات التسويق حاجات كده، بس بيكون معاه مدرب شخص متواصل معاه في كل خطوه هو بيعملها. بعد كده بندخل في المرحله الثانيه، عندنا طبعا تدريبات شهريه وعندنا تدريبات بقى خلاص انا بقى عندي مجموعه وعندي فريق من الافراد، ببدا اخد تدريبات ليفل اعلى ان انا اقدر ازاي اصلا اقود الناس دي وان اقدر ازاي اصلا اعلمهم الحاجات اللي انا اتعلمتها. فكل مرحله ليها طبعا الشخص اللي بيكون مسؤول عنه. طب حلو قوي. طب انا مثلا لو لسه مدربه يعني متدربه جديده معاكم، باخد وقت قد ايه لحد ما احس ان انا خلاص تمام كده انا قادره ان انا اشتغل؟ هي بتعتمد طبعا على الالتزام. وبالنسبه لي انا كمتدربه، انت اصلا كل الحاجات اللي احنا بنعملها هي كلها بتكون من اول يوم انت بتشتغلي، ولكن انت بتشتغلي بس معاكي في ايدك زي ما بيقولوا كده حد بيوصلك للطريق، يعني بيوجهك، هو انت بتشغاله اوريدي خلاص في المجال، ولكن كل الموضوع ان انا وانت بتشتغلي بكون بوجهك بقى اعملي كذا بالتفاصيل بتاعتك، فانت كده بتشتغلي وبتتدربي في نفس الوقت. طب هل في ناس مثلا وهي بتتدرب معاكي بتحس ان هم لا دول مش هينفعوا ان هم يشتغلوا معايا؟ اكيد يعني في ناس بتروح تقدم للشغل وفي ناس بتنفع تتاهل للشغل ده وفي ناس لا، هل مثلا بيكون في وقت معين انت بتحطيه للمدرب المتدرب معاكي دوت تقيسي بيه قد ايه هو ممكن ينجح معاكوا او لا؟ لا لا اطلاقا، هو كل الفكره اللي يمكن وده في اي مجال بشكل عام اللي بيكون اللي بيعتمد عليه في ان انت تنجح او لا ان انت كنت ملتزم. اي شخص بيجي يلتزم معانا بالسيستم اللي احنا حاطينه لا بينجح، مفيش اطلاقا شروط معينه ان شخص ممكن ينجح او ممكن لا، ولا سن ولا مؤهل ولا اي حاجه من الحاجات دي، يعني ولكن مش لازم يكون عنده امتيازات معينه صح كده؟ لا اطلاقا، ولا ذكاء ولا اي حاجه، بس هو يكون حد ملتزم وعايز يحقق حاجه، يعني عنده طموح اصلا، لان دي فكره مهمه جدا، لان في ناس اصلا ما عندهاش طموح. انا اقدر اعلمك مهارات لكن ما اقدرش اخلي عنده او عنده طموح. تمام استاذه وفاء، نورتيني النهارده بجد وشرفتيني في صوره وبصمه. انا كنت سعيده جدا بلقائك. تسلمي. ميرسي جدا. اعزائي المشاهدين لسه مكملين باقي حلقتنا معاكم النهارده.
وصلوا معانا النهارده طفله شقيه وذكيه ومحبوبه جدا. طفله كده تحس ان هي ايه سابقه سنها، تحب كده تتكلم معاها من طريقتها الحلوه ودمها الخفيف. تعالوا نرحب بضيفتنا النهارده تسبيح محمد مختار. ازيك يا تسبيح؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. بيعجبني كده ثقتك في نفسك وقعدتك كده وانت حاطه رجل على رجل، فاهمه يعني تحس ان انت ايه يعني متمكنه ما شاء الله كده من نفسك يعني. شكرا. انا عايزه اقول لكم انا بحب اطلع مع تسبيح جدا لان بحس ان هي ما شاء الله طفله سابقه سنها، وهي دايما بتحب تطلع تقول نصايح للاطفال ايه اللي في سنها. النهارده احنا هنتكلم عن الاتيكيت، ايه رايك؟ ماشي. ايه رايك في الاتيكيت؟ بتحبي تستخدمي دايما الاتيكيت يعني في حياتك مثلا؟ اه اكيد فعلا. طب يعني قولي لي مثلا احنا لو رايحين مثلا نزور حد، تمام، خدي بالك عشان الاطفال كلهم دلوقتي ممكن يكونوا بيسمعوك، يا رايحين نزور حد، هل من الاتيكيت ان انا اخد له معايا هديه ولا لا؟ اه اكيد. طب ليه؟ طيب قولي لي كده. اكيد لازم نجيب هديه، بس برضو مش شرط ان تكون الهديه يعني غاليه قوي، هو المفروض تقديرا نجيب هديه. طب انت شايفه مثلا ان من الاتيكيت لو احنا عندنا ضيوف اتعامل مع اهلي ازاي؟ اتعامل معاهم يعني احنا عندنا دلوقتي ضيوف جالنا البيت، طيب. خلاص، ومفروض ان احنا بنستقبل الناس دي، نتعامل معاهم ازاي؟ بصي، هو انا بشوف اطفال، تمام، يعني بيعلوا صوتهم على باباهم ومامتهم، وده غلط جدا، ما ينفعش. ده حقيقي. الولد او البنت يتعامل مع باباهم ومامتهم باحترام وبادب وبصوت واطي. بصوت واطي يعني بتعملوا أزعار. طب لما بيجوا لكم ضيوف بتعملي ازعارينا بقى وبتاع واخواتكم؟ انا عارفه ان انت عندك اخوات اشقياء جدا. طب بتتصرفوا انت اخت امك الكبيره مثلا، يعني بتتصرفي في الوقت ده ازاي؟ انا قدوتهم الكبيره بقى، مثلا بخش بدخل بقعد مكاني، ما بتحركش، بتعامل مع بابا وماما بادب وباحترام، ما بعليش صوتي. واخواتي بحاول ان انا اقعدهم جنبي، مثلا اديهم موبايل او اي حاجه تقعدهم مكانهم وتسكتهم. بتحاولي تخشي معاهم في الكلام كده وتفتحي معاهم كلام كده يعني؟ اه اكيد. بتحس ان انت يعني نفسك تحس ان انت خلاص انا كبيره، انا كمان دخلوني معاكم في الحوارات دي. بتحس بكده؟ اه. طب انت يعني خلينا نقول مثلا لو انت رايحه عند حد، طيب، وقلت له مثلا انا هعدي عليك النهارده الساعه 3 مثلا، ورحتي له مثلا او رحتي له الساعه 4 مثلا، شايفه ان ده من الاتيكيت او من الذوق ان احنا نتاخر على الناس؟ لا، هو المفروض اصلا الاتيكيت ان احنا نحترم مواعيدنا. يعني ما ينفعش كده خالص. يعني هو اصلا ممكن يكون مشي، انا ممكن اقول اكون رحت له مثلا اقول له استنيني في مكان هاجي لك مثلا الساعه 3 واجي له الساعه 4، هو اصلا لا، ده مش اتيكيت خالص خالص. دي قله ذوق. يا سلام يا سلام عليكي. طب قولي لي، حصل موقف قبل كده معاكي زي كده؟ يعني مثلا كنت خارجه مع اصحابك ومتفقين ان انتوا هتتقابلوا؟ لا لا. ولا حد من اصحابك اتاخر عليكم في يوم؟ لا خالص. طب انت دايما مثلا لما يكون عندنا ضيوف زي ما كنا بنقول من شويه وطفل مثلا على صوته او كده، يعني مفروض انت كاخت مثلا عندك اخوات بتتصرفي معاهم ازاي يعني في موقف زي ده؟ انا بشوفهم اللي معلين صوتهم، تمام، مثلا عايزين حاجه يعني بديها لهم. اكيد يعني بحاول ان انا اسكتهم باي طريقه، يعني ما احاول ان انا ما اخليهمش خالص يعلوا صوتهم خالص، او اقعدهم هادين وساكتين. بجيب لهم بقى لعب بقى وبتاع بتعرفي تسكتيهم؟ اه. اصل خدي بالك، اصل تسكيت برضو للاطفال الصغير ده بيكون صعب، يعني مش اي حد بيعرف يعمل كده، يعني يعني لازم يبقى حد كده شخصيته قويه كده وبيعرف يسيطر يعني. انت من النوع ده؟ طب قولي لي، اكيد هتتعزموا في رمضان صح؟ طبعا اكيد يعني. طب من الاتيكيت لما احنا نروح لناس المفروض بنعمل ايه؟ نجيب هدايا واحنا رايحين، مثلا ندخل نقعد في مكاننا، ونيجي قبل الفطار عشان نحضر معاهم مثلا سفره الفطار. هم بتعملي ايه؟ بتقضي وقتك ازاي؟ بصلي وبصوم كده وبذاكر. بتصومي بجد؟ اه. انت من النوع اللي بيصوم؟ اه. عندك كام سنه؟ بصوم من وانا في كي جي 2 اف اس 2. من كي جي 2 بتصومي؟ اه. اليوم كله؟ ما حاولتيش في البدايه حتى تصومي لحد الظهر بعد كده؟ لا، من كي جي 1 اف اس 1 كنت بصوم لحد العصر. ما شاء الله. اه. بقالك كام سنه بقى بتصومي اليوم كله؟ بقالي كتير. ما شاء الله.
اتعلموا يا جماعه على فكره الموضوع يعني سهل اهو وبسيط، عشان في اطفال تقول لك انا صايمه وتلاقيها بتجري على باب الثلاجه، ها تاخد كده صباعين محشي كده مستكرده، ايه ده بجد والله بيعملوا كده؟ انت اللي بتقفشيهم بقى ولا ايه؟ والله انا صايم ها مثلا يشرب ميه او حاجه، لا دي ميه صيام، ها دي ميه ايه؟ صيام، ميه صيام. هم يشربوا عادي مفيش مشكله، ويجوا على اخر اليوم احنا كنا صايمين يا، ويشربوا بقى المحيط بقى وهم على التيبل بقى على الترابيزه الصبح، ان هم كانوا صايمين بقى طول اليوم. حلو قوي ده. طب انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ اهليه. اهلاويه. اهلاويه. طب مين عندكم تاني في العيله اهلاوي؟ العيله كلها اهلاويه ما عدا عمي بس هو اللي زملكاوي. يا نهار ابيض، عم واحد بس. لا والله العظيم. ده تلاقيها بتبقى منظره لما يجي يقعد معاكوا في الماتش، صح؟ حقيقه. يا نهار ابيض، اللي بيخسر بيطلعوا على المسرح في الاخر. صح كده. طب انت بتحبي يعني انت بتحبي الاهلي صح كده؟ طب احنا داخلين على كاس بقى، وتفتكري مين فيهم اللي هياخد الكاس؟ الاهلي اكيد. الاهلي. طب ما تيجي ندي توقعات، تفتكري كام كام كده؟ كام كام؟ ممكن 2-0. 2-0 للاهلي؟ يعني 2-0. 0. خلينا فاكرين النتيجه دي، عشان ان شاء الله لو الاهلي كسب هتبقى تسبيح ايه اول واحده توقعت النتيجه بتاعت الماتش. صح كده؟ طب قولي لي يا تسبيح، احنا بنسمع عن الشخصيات النرجسيه. تمام؟ انت عارفه يعني ايه الاول نرجسيه؟ شخصيه وحشه جدا. ايه بقى؟ هي شخصيه يعني علم النفس حذرنا اصلا منها تماما. هي شخصيه زي الانانيه، حته الانا عنده، يعني هو نفسه عنده كبيره جدا. الايجو بتاعه عالي. الانا دي شخصيه، حته الانا دي عنده كبيره جدا. وما بيحبش غير نفسه، بيحب بس يسمع الناس بتعظم فيه بس. عايز يعني عايز تبقى العالم كله تحت طوعه. مثلا لو هو معاه حاجه وصاحبه معاه حاجه زيها ويمكن احسن منها كمان، هو لا بتاعته احسن. هو كينج، هو ملك الكون، محدش احسن مني. شايف نفسه انجح واحد في العالم. عايز الناس كلها تبقى تحت طوعه، وما بيشوفش ابدا اي حد انجح منه. يعني عملتي مع الشخصيات دي قبل كده؟ بجد قابلتي واحده يعني بنفس الشخصيه دي؟ طب كنتي بتتعاملي معاها ازاي؟ كنت بتعامل معاها يعني ما كنتش بطوعها ابدا في الحوار ده خالص. ما كنتيش يعني هو اكيد يعني ما كنتيش بتديها ودنك من الاخر خالص ولا بتسمعي لها خالص؟ كنت بتحسسيها ان انت شخصيتك اقوى منها، صح؟ طيب قولي لي نصيحه، طبعا يعني الاطفال اللي في سنك طبعا اكيد بيتفرجوا على الفقره دي، طيب هيستفادوا منك. تمام. قولي لي نصيحه للبنات ازاي يبقوا ناجحين وشاطرين زيك كده بالظبط. اول حاجه طبعا يعني اول حاجه ان هم يسمعوا كلام باباهم ومامتهم، ما يزعلهمش ابدا، وبرده ما يعني لو هم واحد فيهم شخصيته نرجسيه يحاول ان هو يعدلها، يحاول ان هو يتعدل الافضل. وتاني حاجه ان احنا نهتم بمذاكرتنا. ويعني احنا خدنا النهارده هوم ورك، مفيش حاجه هعمله بكره، لا لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، لازم نعمله في نفس اليوم. طب السؤال ده يخليني اسالك، انت يعني بتهتمي بالمذاكره بتاعتك وبتحبي المذاكره وكده؟ فعلا؟ اكيد. ايه اكتر ماده بتحبيها؟ انجلش. بجد؟ انا سمعت قبل كده ان انت بتعرفي تغني وبتاع. صح؟ تيجي نغني اغنيه؟ ايه رايك؟ ليه؟ تيجي؟ ايه رايك؟ ماشي. يلا، حافظه اغنيه؟ اي حاجه عادي، انجلش عربي عادي. اللي انت حافظاه. ها. ايه معاكي المايك؟ هي انجلش؟ ماشي. عربي؟ يلا. اغني ايه بس انا مش عارفه. اغنيه انت فاكراها مثلا وجايه في دماغك دلوقتي. لا مفيش صراحة، ملهاش دعوة بموضوع الغناء. مش عايزة تغني، صوتك مش مقتنعة بيه يعني. طب بتحبي التيك توك؟ جدا. بجد؟ يعني بتطلعي تعملي عليه جدا فيديوز وكده؟ طب مين أكتر شخصيات بتشد انتباهك على التيك توك؟ مين أكتر شخصيات؟ يعني مفيش، أنا مش مهتمة بالسوشيال ميديا أوي. مهتمة بالسوشيال ميديا. طب انت شايفه ان التيك توك ده يعني مفيد للاطفال اللي في سنك مثلا ولا المذاكره اهم؟ المذاكره اكيد. صح كده؟ اكيد اهم. بتفصلي ازاي ما بينهم؟ يعني امتى بتدي الوقت للتيك توك وامتى بتدي وقت للمذاكره؟
اصل انا عارفه ان هم الناس اللي بتحب التيك توك بيبقوا قاعدين عليه 24 ساعه في 24 ساعه يعني ما بيملوش. بحس ان بابا خرج من الاوضه من هنا امسك الموبايل. لا 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 حطه في وسط الكتاب. انا عارفه الحركات دي كويسه. لا لا مش منه. ممكن نرجع من المدرسه ناكل نتغدى بعد كده نقعد نذاكر شويه نقعد على التيك توك او على الموبايل. يعني هو الموبايل اصلا كله في ساعه واحده بس في اليوم. ساعه واحده بس كده خلاص. اه لان هو اصلا مضر للعين ويعني كتر القعده عليه غلط. يعني المذاكره في الاول وفي الاخر اهم عندنا ولازم نهتم بدراستنا ومستقبلنا. صح. أوه. نورتيني النهارده وكنت مبسوطه ان انت معايا النهارده. ميرسي يا تسبيح. اعزائي المشاهدين خليكم معايا لسه مكملين معاكم باقي فقرات حلقتنا النهارده، ولكن هطلع فاصل بسيط وارجع لكم تاني على طول. عارفين ومتعودين مني دايما ان انا بجيب لكم كل الجديد في الفرش او في الديكور او في التشطيب. بصراحه معانا النهارده فقره مهمه جدا عن الفرش والاثاث بشكل كامل. طبعا اي حد بيشتري فرش اليومين دول بيجدد او سواء عريس جديد بيشتري فبيدور على اربع حاجات مهمين جدا، هو انه يختار فرش شكله كويس بجوده كويسه وسعر كويس ويستلم بسرعه. فبصراحه ظهرت في الفتره الاخيره اعلانات كتير جدا لشركه اسمها هوم ارت. شركه هوم ارت من الشركات المحترمه جدا والشركات اللي عملت ضجه كبيره في الفتره الاخيره في مجال الفرنتشر. فرحبوا معايا النهارده بضيفنا الاستاذ ايمن نجاح مدير التنفيذي لشركه هوم ارت. منورني. اهلا وسهلا استاذ محمود. اهلا بيك. ايه الضجه اللي انتوا عاملينها على السوشيال ميديا دي؟ هي مش ضجه قد ما هي يعني احنا بنشتغل بطريقه مختلفه خلتنا نسمع تقريبا في مصر والدول العربيه اكتر من الاول بكتير. حلو قوي. انا عايزك من البدايه يعني تشرح لي بقى ايه وتعرف الناس كده مين هم هوم ارت. هوم ارت طبعا الاونر او المؤسس لهوم ارت بدانا في 2016. بدا هو كان هو مهندس كان شغال مع شركات المقاولات في السعوديه. نزل بفكر جديد، عمل فكره جديده ليها علاقه بالفرش المودرن والالترا مودرن. نقدر نقول غطينا تقريبا مصر كلها. غطينا مساحات كبيره جدا من القطاعات الخاصه والعامه. بنشتغل مع فنادق. بدا في 2016 على حاجه اسمها الماس برودكشن، بمعنى ان احنا لازم نقدر نوفر زي ما حضرتك قلت ثلاث حاجات: الكواليتي والسعر، خدمه ما بعد البيع. والمنتج التصميم اللي شكله حلو. وطبعا طبعا معانا انتيريور ديزاينر خلاص بيشتغلوا على الماتيريال. انا كنت لسه جاي لك. بقول لك ان التصميمات بتاعتكم اللي بتعملوها الجميله دي بيبقى في قسم ورا الموضوع. طبعا عندنا تيم كامل من الانتيريور ديزاينر خلاص بيشتغل على التصميمات، وبعد ما بيعمل التصميم بنعمل عليه زي سيرفي صغير نقدر نقول البرودكت ده ينزل السوق بالشكل ده ولا لا. خلاص لو في اي تعديل بنعدله قبل ما ينزل السوق. طبعا احنا اتفضل الماتيريال بقى. لان الناس المشاهدين يهمهم دايما الماتيريال المستخدمه في الاخشاب. بيقول لك ان ده عايزين نعرف بقى نعرف الماتيريال. احنا بنشتغل على كل الماتيريال، بنشتغل على الاخشاب الطبيعيه والاخشاب المصنعه. الاخشاب الطبيعيه زي الكونتر والزان خلاص، وبنشتغل كمان على الام دي اف وبنشتغل على التشيب بورد بحيث ان احنا نغطي كل الليفلز او كل المستويات الاجتماعيه في مصر. حلو قوي. هل برضو شغالين في مصر بس ولا لو في مثلا حد عايز من بره مصر من دوله تانية محتاج شغلكم بتصدروا؟ لا احنا اولا احنا فعليا بنصدر. احنا صدرنا لليبيا، صدرنا للعراق، صدرنا لعمان، بنصدر للسعوديه ودبي والكويت. يعني قعدنا فتره كبيره جدا بنصدر للدول دي. حلو قوي. طيب في هل في عروض دلوقتي عاملينها عشان المشاهدين اللي طبعا احنا عاملين عروض وما يعني احنا مش بنبطل عروض خالص. حلو. العروض بتاعتنا يعني ممكن ب 140 الف تفرش شقه كامله. تمام. والله من 140 الف 140 الف تفرش شقه كامله. حلو قوي. بنعتمد على حاجه اسمها في خطوط الانتاج والتصنيع، بنعتمد على الماس برودكشن اللي هو توفير للوقت. احنا يعني احنا تقريبا احنا بنكسب زينا زي اي حد، بس الماس برودكشن بيخلينا نقدر نسيفنج تايم، نسيفنج كوست، نسيفنج ماتيريال.
فده كله بنمينيمايز او بنوفره للعميل. حلو. وده بيخلي سعرنا منافس جدا جدا في السوق المصري. طب حلو جدا. انا بتكلم برضو على موضوع سرعه الاستلام، يعني انتم مميزين في حته سرعه الاستلام. احنا اتفضل. فدي برضو انا عايز اعرف برضو نوضح، لو حد مثلا مستعجل فرحه مثلا خلاص مثلا محتاج مثلا 10 ايام 20 يوم، هل ده تقدروا تعملوا؟ طبعا احنا عندنا كمان تسليم فوري، لان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنشتغل على خطوط الانتاج. ده معناها ان البرودكت متوفر عندنا، لو في عميل عايز يستلم في 3 ايام ممكن نسلمه. والله لان البرودكت اوريدي بيبقى جاهز. حلو قوي. برضو اللي بيهم اي حد بيشتري من اي معرض فرنتشر بيهمه دايما الضمان وخدمه ما بعد البيع. طبعا. كلمنا عن الموضوع ده. احنا طبعا بندي ضمان 3 سنين على المنتج خلاص. حلو. على عيوب التصنيع طبعا، وفي اي وقت. سرعه الاستلام طبعا احنا زي ما قلنا احنا بنسلم في اسرع وقت ممكن، احنا تقريبا من اسرع الشركات اللي بتسلم شغل للعملاء، لان زي ما قلت لك احنا بيبقى اوريدي عندنا ستوك من المنتجات. الخدمه ما بعد البيع احنا عندنا فريق كامل من في خدمه ما بعد البيع، نقدر نوفر للعميل كل حاجه بعد ما بيشتري. لو عنده اي مشكله صغيره او عنده اي حاجه عايزه حلول سريعه احنا بنوفرها له بسرعه جدا. يعني الموضوع ده، لان ده شيء مهم جدا بصراحه، لكل الناس بيشتكوا من الموضوع ده. يعني بعض الاماكن بتبقى يقول لك انا بعت بقى خلاص بقى سلام عليكم. لا هو طبعا احنا الهدف الاساسي من مؤسس الشركه ان احنا طبعا بنلعب على الـ على الـ على الشغل ده كله، ان احنا من اول مراحل التصنيع لحد مراحل الاستلام للعميل. الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لنا، لان هو ده اللي خلانا يعني ننجح في الفتره الاخيره جوه مصر وبره مصر كمان ما شاء الله. طب برضه هسالك سؤال مهم دلوقتي، انتوا كشركه هوم ارت شغالين بس مع اليوزر العادي ولا في مثلا شغالين مع جهات تانية؟ او احنا شغالين مع الاند يوزر اللي هو العميل اللي بيجي يشتري الفرش بتاعه او العفش بتاعه. بنشتغل مع مؤسسات وجهات خاصه، بنشتغل مع فنادق جوه مصر وبره مصر، بنشتغل مع معظم الجهات القطاع الخاص، وبنشتغل مع اكبر الويب سايتس في مصر والدول العربيه. معظم الويب سايتس الكبيره احنا شغالين معاها. بنشتغل كمان على الاونلاين، عندنا ويب سايت بنشتغل اونلاين. يعني يقدر حد يخش يشتري المنتج من الويب سايت؟ طبعا. من غير ما يروح المعرض؟ من غير ما يروح المعرض بيدفع بالكريدت، المنتج بيوصل له بعد بالظبط من اسبوع ل 10 ايام. تمام. جميل. يعني طب لا ده شيء جميل قوي. برضو عايزين نوضح للساده المشاهدين الفروع بتاعت هوم ارت فين اماكنها. احنا عندنا فرعين في القاهره، عندنا فرعين في اسكندريه. تمام. ممكن نحدد كده نعرفهم، يعني لو حد في القاهره يروح في القاهره في مدينه نصر شارع ابو دود الظاهري. تمام. شارع مصطفى النحاس. حلو قوي. اسكندريه المنشيه وستالي. طب جميل جدا. جميل. انا بصراحه احنا عايزين بقى نروح بقى ايه نشوف الكلام ده، لان انا اتشوقت للكلام ده، وكمان الساده المشاهدين برضو متشوقين ان هم يشوفوا الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي كلها. اكيد. فتعالوا نخرج كده نشوف التقرير من شركه هوم ارت، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله الأسبوع الجاي. مع السلامة. We'll be right back.
احنا موجودين دلوقتي في معرض هوم ارت فرع مصطفى النحاس في مدينه النصر. تعالوا ناخد جوله كده جوه المعرض ونشوف الحاجات اللي موجوده عندهم. مساء الفل. مساء الخير. اهلا وسهلا. ايه الحلويات دي؟ ايه رايك؟ لا لا بجد ما شاء الله المكان تحفه. الديكور عجبني قوي، عجبني الفكره بتاعت الاضاءه اللي هنا. دي جزمات بقى؟ دي جزمات. اه حلو قوي. عندهم كذا شكل من الجزمات برضو زي ما انتم شايفين كده، وافكار. وده تي في يونت تقريبا، جزمات. حلو قوي. كلمني بقى ايه عن الخشب اللي بتستخدموه في الشغل عندكم؟ الخشب بتاعنا كله شغالين اتحاد اوروبي، خلاص ام دي اف اتحاد اوروبي. ده بيبقى ضد الرطوبه، ضد الميه، خلاص معالج، خلاص ما بيعملش اي تسوس، ما بيعملش اي حاجه. ده الام دي اف اللي هو الاتحاد الاوروبي. الام دي اف اتحاد اوروبي. حلو مظبوط. تمام. طبعا ده بيتميز ان احنا بنقسمه زي ما احنا عايزين، بيشتغل مطابخ، بيشتغل اوض نوم، بيشتغل دريسنج، خلاص. وما بتحتاجش العميل، ما بيحتاجش ان احنا ندهن الشغل بعد ما نخلص. الام دي بتبقى قشره صناعي. بتبقى قشره صناعي وفيها الوان كتير جدا. بتتكبس على الام دي اف. بالظبط. احنا بنجيب الالواح مكبوسه اوريدي ام دي اف، خلاص مكبوس عليها القشره بالالوان الطبيعيه، بالالوان اللي العميل عايزها. حلو قوي. طب مثلا دلوقتي دايما لو في عميل مثلا محتاج يقول لك ايه، انا الام دي اف لا انا عايزه خشب كونتر مثلا، فهل ده متاح ان انتوا برضو تكبسوا نفس القشره دي على الكونتر؟ مظبوط. احنا بنشتغل على كذا نوعيه خشب. ممكن حضرتك تشتري السفره دي على كونتر، وممكن تشتريها على ام دي اف، وممكن تشتريها على تشيب بورد. تمام. طبعا الام دي اف دلوقتي بقى معالج، بياخد براده حديد، خلاص بيتعمل عليه خلطه معينه، بيبقى متين جدا جدا. بس طبعا الرطوبه والحاجات دي بالظبط، بيبقى ضد الرطوبه وضد الميه، ومعالج من حاجات كتير جدا. ممكن نستخدمه على كونتر او ام دي اف او تشيب بورد بنفس الالوانات اللي حضرتك بتختارها. الالوان وكل حاجه بالظبط. برضه عندكم انتريات جميله قوي. الانتريات بتاعتنا طبعا الانتريات بتبقى كلها خشب بقى زي المفروض. طبعا كل الانتريات والركن كلها خشب زان احمر روماني. حلوة. تمام. مجفف، دي مهمه جدا عشان الاوان بتاعته. بالظبط، عشان الاوان بتاعته والتقطيع بتاعه يبقى متين. بالظبط. وبالنسبه للسفنج، السفنج كله كثافه عاليه جدا، خلاص بنستخدم كثافات عاليه قوي، خلاص بندي ضمان 3 سنين للعميل. تمام. 3 سنين على ليه؟ على السفنج ولا 3 سنين على الانتريه بشكل عام؟ الخشب وكل بالزبط. حاجه. حلو قوي. حلو ده، جميل قوي. غرفه النوم دي بقى، دي برضو خشبها الام دي اف. دي خشبها ام دي اف. تمام. حلو قوي. طب بالنسبه بقى للتقسيمه بتاعت الدولاب من جوه، تعالى نشوفها كده. حلوه التقسيمه دي، شماعه المفروض هنا. دي شماعه من جوه التقسيمه، وهنا في الازاز ده. جميل والله الشغل ده. والاسعار طبعا بتبقى افضل، بتبقى اقل من الـ من الـ من الكونتر الام دي اف. طبعا سعره بيبقى اقل شويه. الام دي اف اقل من الكونتر بحاجه بسيطه يعني. مع تسريحه واثنين كومود والسرير والدولاب. حلو قوي. وبف التسريحه. الله، جميل قوي. موضوع فكره الكرسي اللي بيلف ده 360، ده بيلف كده؟ بيلف 360. حلو قوي. وبرده فيها سرير. وفيها سرير وفيها صحاره. طبعا ده بيفتح بقى كده ايه، بيفتح لفوق طبعا، يبقى بسوه. وطبعا الصحاره. ده مكان تخزين كده تحطه فيه اي حاجه. ده فيه يو اس بي كمان. وفيها يو اس بي. ايه ده، حلو الحركه دي. بص كده، يو اس بي اهي. ده فيها اكتر من يو اس بي يعني. تدوس كده تحط تشحن الموبايل وانت قاعد. وهنا في شاحن. ايه ده برضه؟ لابتوب. ايه ده، شاحن لابتوب. الشغل فاخر ده. لا حلو، لونها حلو يعني. برضو دي خشبها طبعا زان. كل الخشب زان احمر. وده طبعا استاذ محمود، ده هوم ارت اليت زي ما قلت لك. هوم ارت اليت ده كله خشب طبيعي. دي الاخشاب الطبيعيه. دي الاخشاب غير اللي في الفرع، ده غير اللي في الفرع الثاني يعني. احنا رحنا الفرع الثاني اللي هو فيه الاخشاب المصنعه. تمام. ده الفرع الهوم ارت اليت اللي هو فيه خشب طبيعي، القشره كلها طبيعي ان شاء الله. ده مبين عليها. دي كلها بقى اخشاب طبيعيه. دي كلها اخشاب طبيعيه. بقى الاوايم بقى زي كل الاوايم زان، والدواخل كلها كونتر، والمسطحات كونتر. خلاص يعني كل ده، دي قشره، دي قشره طبيعي 100%. الرجول كلها زان، القماش كله مستورد. حتى التصميمات هنا والحاجات ده بقى الناس اللي بتحب اللي هو الخشب الطبيعي بقى الشغل. بالظبط، الناس اللي بتحب الخشب الطبيعي. بيخش دهان بقى ده بيخش طبعا مراحل تصنيع في الخشب ابيض، وبعد كده بيخش دهانات، وبعدين بيخش معالجه بمواد كيميائيه معينه عشان تقدر تديك الشكل النهائي اللي انت شايفه ده. الله. وده طبعا مثال لغرف النوم. ننام على التلع. حلوه قوي الاوضه دي. يعني دي من اوض النوم الحلوه قوي عندنا ما شاء الله. دي بقى واخده دهان بقى غير القشره. دي واخده دهان، واخده دوكو فرن يعني زي بتاع العربيات تقريبا. جرب يا احمد كده، شوف كده ما شاء الله اكسسوار والدهان يعني دقه الدهان حلوه يعني ما تحسش انها الدهان ده طبعا دوكو فرن.
تمام. كل الاستانلس ده مستورد، القماش كله مستورد. استانلس طبيعي ده؟ استانلس طبيعي 100%. مش اللي هو القشره؟ لا مش القشره، ده استانلس طبيعي. الدولاب من جوه التقفيمه بتاعت الدولاب بتبقى عامله ازاي؟ بنحاول على قد ما نقدر نعمل ديزاين مختلف للناس اللي بتحب الدولاب شبه الدريسنج شويه. حلو قوي، حلو قوي، وحلو جو التنجيل. التنجيل عشان يبقى في ماتشنج مع السرير. اه الله، حلو قوي الركنه دي. الركنه دي من الركن المميزه عندنا، عادتها تحفه دي، تحس ان انت عايز تنام فيها كده. مظبوط. والعمق بتاعها كبير جدا، والقماش بتاعها مستورد، قماش لسه جديد مستورد، والاسفنج طبعا كله بنعمله كثافه عاليه جدا. اه كثافه عاليه جدا عشان تليق بالكاستمر اللي بيدخل لنا طبعا ان شاء الله. مع الفوتيه، ومع الفوتيه يعني الركنه دي معاها الفوتيه. حلو الموضوع ده، انا اول مره اشوف ركنه معاها. اه الفوتيه حتى مديله بومبي كده، شكله لذيذ. ده القماشه دي ترند بقى بتاعت الانتريه. هو الانتريه كله ترند يعني، الانتريه كله ترند جديد بقى دلوقتي تقريبا، بقى ما يزهروش الخشب بالظبط يعني. الانتريه ده كده من الانتريات الترند 24. خلاص القماشه بتاعته مستورده طبعا. لا والقعده حلوه، القعده جميله، القماشه بتاع الاسفنج كله سوفت، كثافه عاليه جدا. ودي طبعا مثال للاوض الشبابي اللي عندنا. جميله ان شاء الله. دي بقى معاها مكتب كده، دي معاها مكتب وحده ارفف، وينفع نغير الالوان، وينفع نغير تنجيد القماش، ومعاها طبعا وحده زي تاور كده كبير. ودي بتلف؟ بيلف. اه في مرايه كمان؟ فيها مرايه. يا سلام على الدلع. لا حلو ده. لا وبص الفكره دي عجباني، فكره ان حط زي ورق كده اي نوت. اه هنا في الدولاب بص يا احمد كده برضو موجود نفس الفكره في الدولاب هنا، والالوان بتاعتها جميله، حتى تقسيمه الدولاب مختلفه شويه، هنا في رف كده والدرفه تحت لا والله شغل جميل ما شاء الله يعني. لا حاجات جميله عندكم، وده اكزامبل من الصالونات بتاعتنا. عندكم كمان صالونات؟ عندنا صالونات برضه للناس اللي بتحب الذوق النيو كلاسيك او بالظبط. بالظبط عندهم سواء انتري او صالون. يا لو حبيت تيجي تشتري هتلاقي الفرش كامل للشقه عندك. ده معاها اربعه فوتيه؟ معاها اربعه فوتيه، في اتنين اكسترا زياده على الصالون. دايما الصالون اعرف ان هو بيبقى معاه ترابيزه والاتنين فوتيه. بالظبط، اي صالون بيبقى كنبه كبيره وكنبه صغيره وكرسيين.